طب في تفسير للتوتر اللي عليه لعيبه الزمالك قبل ما نخش في التحكيم؟ الفرقه انا حاسسها متوتره من بدايه صح. الماتش، برافو اللعيبه عليك، متعصبه، برافو حتى عليك. اوسوريو متعصب، حتى في المؤتمرات يطلع متعصب، يعني بعد ماتش المنستيري هو كسبان 4 يا اما بيتباهى يا متعصب. ليه الحاله دي ليه؟ لا طب انت تسمح للناس هو تجرجرك بص ويجرجروك للتوتر يعني ليه؟ انا لا مش موضوع توتر، انا قريتها كلها من بعد الماتش اللي فات، من وقت ما شيكابالا اتكلم في المؤتمر وقال في بعد في حاجات في هتكلم حاجات عنها بعد هتكلم البطولة، بعد البطولة بعد الموسم، والفرقة حاجات دي يعني استحملوا استحملت تحت حاجات ضغوط بقالهم فترة في كبيرة حاجات الناس وكلام، ما فهو تعرفهاش. واضح ان في حاجات وفي ضغوط على اللعيبة. طالما كابتن الفرقة طلع اتكلم قال كده، انا وجهة نظري ان شيكابالا ما كانش قال الحاجات ديت دلوقتي، ما كانش يتكلم في الموضوع ده دلوقتي. ممكن يكون عليه ضغوط هو كمان، ايوه ماشي، ما هو عليه ضغوط، بس ما انا خد بالك خلاص في انا في حاجة، وسط البطولة، خد يعني بالك انا في وسط كابتن الطريق، هينفع الزمالك يرجع؟ لا انا ممكن يعني كان مد وعود للعيبه في حاجات معينه فمهدي الدنيا وبعدين ايوه مش عارف ايوه ماشي، ينفذها. مش ما على انا الملا، فاهم، انا فاهم، ما انا مش على الملا، بتكلم انت بتعاتبه ان عمل التصريح ده، اه وخد بالك ما التصريح يعني ده هو اتاخد، ما كانش وقته والتصريح ده اتاخد ب100 معنى، اه ما طبعا ما هو مليون معنى، منها انه شيكابالا نفسه هيمشي. هو ده بقى يبين لك ان هو النرفزه دي ليه ان في متوترين كده؟ توتر، في مش عارف ايه، بعض المشاكل الماديه اللي واضحه مليون في الميه للناس ده دي كلها، نمبر 1 اه بتاعي. واضحه للناس كلها، في ناس الزمالك الفتره اللي فاتت ديت. انت بتتكلم النهارده كمان انت مش عارف اللعبه ديت، مش عارفه ان القيد مفتوح ولا مقفول، ولا هتدفع الغرامه ولا مش هتدفعها، ولا هتجيب مين اللعيبه لعيبه اللي ولا مش هتيجي، هتجيب؟ ولا مش هتجيب، انت رجعت الاعارات حتى ما دخلوش الماتشات. انا متفاجئ اصلا المفروض اوباما البطاقه الدوليه بتاعته وصلت، وصلت اه هو المفروض يعني الطبيعي اللي هو كان يبقى موجود النهارده، موجود، فانت ده بتتكلم مش في التشكيل اصلا. اه ما انت بتتكلم ان هو حتى الراجل اه ممكن يكون واخد قرار اللي هو مش هيدخل الناس دي دلوقتي، دي حاجه بتاعته، بس ايوه بس في، انت وانت ناقص، يعني انت كنت لسه ناقص هقول لك، لعيبه وانت عندك الازمه دي اه. في حاجه اسمها كده، من الواضح ان هو راجل عنيدي وراجل ماشي بدماغه وما بيسمعش للمساعدين اللي معاه، مغرور وشايف شويه. طبعا لا، وهو شكله اسمه قوي، يعني اسمه مسك المكسيك وهو حاسس بنفسه. اوكي حس بنفسك زي ما انت عايز، بس زي ما فهمتك انت مش جاي على سوري يعني ده الزمالك برضو اه فرقه والمصريين، شعبية والمصريين هو وتاريخ من كولومبيا، عارف المصريين بيحبوا الكوره، يعني لما يجي يقول تصريح زي لازم الناس تلعب زيي ولازم، لا ده خياله واسع قوي ان هو جاي يعلمنا، فهو بيحس بالحته دي، زائد اللخبطه الاداريه اللي في النادي، فهو حاسس ان محدش بيقول له معاه شماعاته، اللي هو حتى اللعيبه معاها الشماعات، مفيش فلوس، في تخبيط، في فالشده دي كلها عشان الحاجات دي، وزي ما احمد قال لك في حاجه قويه قوي مش في اوضه اللبس، اللعيبه مع بعضها، بس في حاجه لا انا عارف ان اوضه اللبس الامور تمام، اه يعني اه مفيش اه مشكله بين اللعيبه وبعضهم الامور خالص هاديه خالص خالص، هاديه جدا كمان، وخلي بيطبطبوا على بالك هم بعض، اللعيبه، خد هم بالك اللعيبه عكس، حابين الراجل، حتى عكس ان هم ده، لا اللعيبه كنت حابين لسه الراجل هقول لك اه عكس من 3 4 شهور، اه يعني دلوقتي اهدى. اه اهدى كتير، واللعيبه حابين الراجل، يعني الموضوع يعني بيتكلموا في ان الراجل اصلا مدرب كويس جدا، وحتى تعامله مع اللعيبه والكلام ده كله اللعيبه حباه كويس يا احمد، اه ودي حاجه كويسه، وهو مدرب اكيد عنده حاجه كويسه، بس هو المدرب الكويس بعد جربت حاجه معينه ومفيش لعيبه جات لك للكواليتي بتاعك، خلاص ما ينفعش، عشان انت المفروض تبقى في التوب فور في افريقيا، يعني في احسن 4 بالمستوى ده، لا انت يا دوبك تحك مع المينستيري شويه، حتى الترجي يعني ممكن تلعب، انما في فرق لا الزمالك مش هيقدر عليها لو فضل كده، يعني اهلي صن داونز هو رجاء الموضوع، وداد هو وحاجات الموضوع كله في زي ما قلت لك لعيبه، بس انت كواليتي برضه محتاج اه. لعيبه وكواليتي، يعني هو الراجل دوت بس لو والله يا معاه احمد فرقه اللعيبه الزمالك من اللي عندك سنتين، تعمل حاجه لو لو معاه لعبت فرقه صح، الزمالك من سنتين ابصم بال10 اللي هو كان هيعمل اللي هو معاهم، فرجاني وبن شرقي ما وطارق انت حامد بتتكلم والناس دي كلها ومصطفى ومصطفى محمد محمد ومصطفى فتحي، يعني بتتكلم في الفرقه دي طارق حامد وامام عاشور ودي احمد الزمالك وكل، بيلعب كره مش وحشه، ايوه ما هو كره بس ما حلوه، بيوصلش على الجون، ما هو انا بقول لك بقى، نعملها ايه بقى ما هو ازاي؟ ما انت بتلعب مين اللي كان مين اللي كان اكتف على الجون، او مين شرقي بيجيب جون، بيجيب جون ويعمل جون، ومصطفى من نص مصطفى
فرصة مصطفى بيخلص. محمد مصطفى هو فتح. الراجل كمان قال لك اسلوب هو عايز واحد في ال 18، قال لك ابراهيموفيتش عايز واحد زي ابراهيموفيتش في ال 18، اي حاجه تيجي واحد في ال 18 بيقول، وان كان النهارده عامل تغيير شال راس الحرب اصلا. ايوه ماشي، ما هو بيقول ما هو برضه كلامه لا هو كلامه ده ما هو ده ما هو ده يرجعنا لحاجه، ما هو ده هيرجعك لحاجه. هو الراجل لما طلب راس حربه يعني هو مش مقتنع بالناس اللي عنده، قال لك انا عايز طلع على الملأ، وهو من الطبيعي، هو الراجل من الطبيعي بيطلع يتكلم يقول ايه، بيشكر في اي لعيبه عنده حتى لو مستواه وحش جدا. الغريبه جدا اللي هو ما طلع يتكلم قال انا عايز راس حربه بمواصفات ابراهيموفيتش يبقى موجود في ال 18، الحاجات اللي بتعدي بالعرض ديت والحاجات دي كلها، وهو يسند على الناس دي كلها ويجيب جول. انما شفت حاجه عملها بالعرض خالص والله. لا لا الزمالك أيوة. بيوصل كتير، بيوصل من العمق. ايوه ماشي، مفيش اوفرال، بيوصل من العمق ماشي، ما فيش مشكله. ايوه بس ما العمق النهارده الشباب وقف صح، كل كره قطعنا. ايوه ماشي، وانت ما بتلعبش فرقه قليله برضه يا كابتن. بسهوله يا كابتن. ايوه يا كابتن بسهوله كره بتقطع بسهوله النهارده. ايوه ما انا بكلمك، هو برضه ما بتلعبش دقيقه قليله. خد بالك الزمالك والشباب الشوط الاول هم مش جاهزين. خد بالك الشوط الاول ده وجهه نظر ممكن، بس برضه مش الفرقه اللي متصنفه. لا هم متصنفين، انا بكلمك في الدوري السعودي هم السنه اللي فاتت لا تالت، هو مفنش تالت السنه اللي فاتت فوق فوق هو في للاخر بينافس، يعني هو السنه اللي فاتت للاخر بينافس. مع الاحترام يا احمد، اصل الرابع الدوري السعودي ده مع الاحترام والنصر والشباب، الشباب كان بينافس على فكره لحد مثلا اخر خمس ست ماتشات في المنافسه، يعني هم فرقه من الفرق الجامده. السنه اللي فاتت متفرج على ماتش الهلال الهلال والشباب والنصر، ماتش فرقتين بسم الله ما شاء الله حاجه جامده جدا، والماتش رايح جاي وواقفين وهم اللي ماسكين الماتش طول الماتش وبتاع. فلا هم فرقه كويسه وفرقه محترمه، بس انا وجهه نظري ان هم مش جاهزين 100%. هي دي برضو نقطه صح. صح ده الشباب الشباب يعني والنصر هتلاقيه مش فايق. الشباب كان رابع السنه اللي فاتت بيقولوا لي في الرابع. رابع وحتى رابع، ما انت في المربع الذهبي في الاخر. لكن برضو انت بتقول فرقه بس برضه هم لسه بادئين الموسم، والمفترض ان لسه بيقولوا يا هادي في الموسم وانا خاتم الموسم وانت خاتم يا راجل. ده انت الشوط الاولاني كله مفيش هجمه على الجون، يعني مفيش كوره راحت للجون. ما هو برضه هم ولا ليهم، هم مفيش هجمه على الجون برضه، هي هم مفيش ال 45 دقيقه الاولى. الشوط الثاني كله الزمالك تقريبا فرصه صح فرصة. بتوع ايوه انا بكلمك، الشوط الثاني كله برضه الزمالك فرصه او فرصتين بتاعت زيزو اللي في العارضه. هو كام واحده كده مناوشات وبتاع. لو القطر القشاش كان راح في الذروه بتاعته دي كان قش الليله دي كلها. مين هو مين القطر القشاش؟ هو في غيره؟ مين الاهلي اللي مين يعني؟ مين اللي بيقش؟ لا احنا بنتكلم في الفورمه دي وبتاع، بنتكلم حاجه على قد الناس اللي شغاله دلوقتي فيها. فهمتك زي دور الرابطه يعني. يا فرصه ايوه ياخدوا حاجه بقى يعني بعجوة. ناخذ من كل رجل قبيله دونا فرصتنا بقى. عارف الانديه دي يكسبوا الناس هناك اربعات وخمسات عادي. مين القطر القشاش؟ ايوه انا بقول لك لا ما يكسبش اربعات خمسات. الاهلي عارف عايز ايه. انا بقول لك يعني 2-0 2-1 ونرجع بالكاس وسلام عليكم وعليكم السلام. أيوة ونخش الخزن. مش احنا دقناه قبل كده الكاس ده ولا ايه؟ دقته فين؟ مع الشباب. ده كسبنا الشباب دي هنا في مصر، بس كان بقى الشباب بس بعيد عن ده. هو الاهلي فكر التفكير السليم، هو شايف انه زي ما بيقول كابتن احمد احنا مش فايقين، محتاج فتره اعداد سليمه. هو كان هيلعب ماتش الكاس ده امتى؟ لا حاج عامر كان هيأجله السنه اللي بعد الجايه، كان هيأجل الكاس كله للسنه اللي بعد الجايه. عشان هيلعب في البطوله العربيه. هيلعب امتى الكاس ده؟ ماتشات الدوري اصلا كانت هتتلعب امتى؟ ما كانش هينفع يا احمد. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ ده لعيبه الاهلي ده اخر ماتش عامله لعبه 26 طيب كان هيشارك امتى؟ هنخليه 25. بقول لك ايه يا احمد؟ 25 لا كويس. ده لعيبه الاهلي ماتش داخلي مش قادره تشيل رجليها. عارف انت اللعيبه رجعت تاني، فاكر قبل سوارش؟ فاحنا الحمد لله ان ايه القطر راح راكن والراجل اداهم راحه النهارده طويله. هو من بعد ماتش يعني، هو حتى من ماتش حرس الحدود طبيعي طبيعي بصراحه مش قادرين يعني. هو الراجل حتى مع لعيبه الزمالك اوسوريو لما اداهم خمس ايام اجازه اللي ما كانتش تقدر تشد رجليها برضه. لا بس خد بالك انا رايي يا احمد لعلمك برضه، هو الراجل الزمالك مش فت. سيبك من اجهاده بتاع، في لعيبه كتير مش فت في الفرقه كابتن، كانتش بتلعب في لعيبه كتير بعيد عن الـ الـ لا وفي حاجه تانية يا كابتن. في لعيبه مش اجهاد، ما فيهاش شخصيه الزمالك. لا دي بتترعب بتخاف يعني. انت تشوف النهارده شيكابالا بيبص داخل ازاي وزيزو داخل ازاي وفتوح بيعمل ايه. في مش هقول اسماء بقى،
في لعيبه يا كابتن انا بشوفتها في الملعب النهارده مرعوبه، ما اعرفش ليه برضو يعني. هو انا بالنسبه لي اكتر مكسب للزمالك في البطوله ديت في دونجا، يعني هو بالنسبه بيستعيد يعني بيستعيد بيباص كتير غلط يا احمد. لا لا كابتن ميز باص كتير بيقطع حلو قوي. بيقطع والماتش ده لازم يعدل الحته دي. الماتش دوت من احسن الناس، وكمان في حته الماتش اللي قبله احسن لعيب في الفرقه كمان حبيبي. انا ما بقولش لا، لو طور لعبه والباص يطلع صح هيبقى في حته ثانيه. ما هو انت لازم تقول له كده، ما تقولش لا ما بتقطعش منه. لا بتتقطع منه كتير بس بيجيبها تاني. هو ليه يا كابتن؟ هو بيعمل هو بيلعب، انت لعيب نص ملعب بتلعب على ريسك. في ناس بتاخد تقعد تباصي بالعرض بالعرض مش هغلط لحد بكره، وانت بتلعب في الزمالك ولا بتلعب في الاهلي. ده ما بيلعبش اهلي والزمالك ده. ايوه انا بقول لك بيلعب باصي بالعرض باصي بالعرض باصي بالعرض باصي بالعرض باصي بالعرض ومش هغلط، ما بحطش نفسي في ريسك. فهو اللعيب نص الملعب. ايوه طارق حامد قعد اربع سنين ما بيعملش ريسك بقى طارق حامد، لان هو دي انا مش طالبها. لا انا مش طارق برضو غير. لا طارق ممكن كان لا طارق بقول لك ده اخر سنتين ثلاثه هو الوحيد اللي الناس بتتعلم منه تعمل الريسك في اخر سنتين ثلاثه. هيعمل الباص في الباص اللي بيضرب الخطوط. حتى الثلاث سنين اللي قبليهم ما كانش بيعمل بالزياده دي وبيشوط وبتاع، بس كان برضه كابتن في نص الملعب سرعه وانقضاض. لا ما دي الميزه بتاعته قوه وتطمن لو انت في مساحات بتهاجم، في مساحات عارف ان في وحش قاعد في مساحات. ما دي كان طارق حامد 100% ساعتها كان 80%. عارف عبد الحميد دونج حلو الله يمسيه بالخير. عارف تامر عبد الحميد دونج لما كان ابراهيم حسن طبعا بنقول له الف سلامه عليه. طبعا عمل العمليه واموره الحمد لله مستقره وكله تمام، واصابه كانت قويه الحقيقه. فاكر تامر عبد الحميد دونك كان ابراهيم حسن يطير وطارق السيد يطير هو بيلعب في نص الملعب. دي الميزه بتاعته. وحازم امامي يطير كان تامر عبد الحميد هو خلاص ما فيش حد يعني. كان بيلعب طارق السيد باك ليفت وكان ابراهيم حسن باك رايت، الاثنين طايرين على طول وجنبه هو في النص وعلى يمينه مين بقى؟ كابتن حازم امام وطارق السعيد. بس ايه بقى بقول لك ايه، الزمالك خد الدوري مع كابرال ومع رنجاده خد دوري وافريقيا لا في وجود تامر يعني. ايوه انا بقول لك ما هو تامر اللي جاب كابتن. فانت سايب وحش هو طارق حامد كان كده طبعا. فطارق حامد كان كده، طارق حامد كده انت عارف. تعرف الزمالك ناقصه بقى ده يعني مع طريقة اوسوريو لازم يكون عندك حد بالكواليتي. هو دونجا ابتدى يقرب منها بس محتاج حوالي ناس. لا مش ابتدى يقرب من طارق حامد. او انا برضو انا بقول اللي هو نفس اسلوبه بتاع زمان اللي هو دونجا برضو التخبيط والشلاليته. الفرقه مش مساعداه طبعا. طيب. مليون في الميه. احنا عندنا فاصل. لا نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نتواصل مع حضراتكم.